السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين مع بعض سلسلة الذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نشوف مثال جميل جدا، ميدجورني. ده بيستخدم في تصميم أي لوحة أنت عايزها. تمام، هنرجع للصورتين دول. دي صورة معمولة برضو من ميدجورني، هفتحهم اهوت. ده مش ميدجورني، ده عبارة عن ايه؟ ده موقع منافس لميدجورني، موقع اقل منه في القدرات، لكن ميزته ان هو مفيش ليست بتكتب فيها الايميل بتاعك ويبعت لك دعوة، لا هو على طول تلاقي نفسك عضو في تقدر تكون صور. طيب خلينا نقول له ندخل هنا الميدجورني، بتقول له join the beta او sign in with discord. ديسكورد ده موقع اوبن سورس بنقدر نعمل بيه اجتماعات وهكذا. دي صور انا عملتها بالميد جورني. ده مثلا قلت له اعمل لي شكل روبوت مع شكل فرعوني، فعمل لي حاجه بالشكل دوت. كل اللي كتبته روبوت ان ايجيبت بالشكل دوت. تمام، هنا قلت له ارتفيشال انتليجنت ان ارب كونتري، فراح ملبسها حجاب، هو عنده في ذهنه هكذا. هنا قلت له عايز اعمل سبيس سيتي، فراح عملها بالشكل دوت. هنا ده قلت له ادمج العمارة المصرية مع جوزيك اركتكتشر. خلي بالك هو بيديك اربع صور، الصورة اللي انت بتختارها هو بيعرف ايه الفرق بينها وبين الثلاث صور، وبعد كده يستفاد منها في الذكاء الاصطناعي ويعمل الصور بنفس القريبة من الحاجة اللي انت اخترتها. تمام، يعني انت بتدي له فيدباك من غير ما تشعر. دي مثلا الاشكال اللي قلت له عايز اشوف مبنى على شكل قهوة. طبعا انا مش هاخد المبنى ده واروح مديه للعميل، لا ده انا بختار احسن شكل فيه وباخد منه افكار، اقلد افكار واحط بقى افكاري انا الخاصه. يعني اقوى حاجه لما بتاخد من الذكاء الاصطناعي وتطور عليه، يعني كانك بتلعبوا شطرنج بس انتوا الاثنين مع بعض. يعني حتى كوسباروف قال الفكره دي، اللي هو الشطرنج غلبه، قال لك ليه ما نلعبش انا مع الشطرنج، انا والشطرنج نكون فريق وهكذا. قلت له اعمل لي كرسي ويكون فيه قهوه، ده كان عيد الأضحى فعملت له شوية أوريجامي اللي هي العلم الفن الطاي الأوراق اليابانية وهكذا. ايه الغرفان ده كله؟ كان مشكلة باتمان ومعزوم وحاجات زي كده، فعزمته عندنا ياكل طعمية وكشري وحاجات زي كده. قلت له بالعربي، جربت ان اكتب بالعربي بيت على شكل أهرام زجاجي، بيت ريفي مصري. قلت له عايز قهوة ويكون فيها قمر. تمام، قلت له العنقاء، هنا كان تنين دراجون. فدي شوية صور هو بدأ يكونها لي، ومجرد بس ايه ان احنا بنستكشف كده شوية. بقول له اعمل لي قلعة في مصر، فطبعا القلعة لازم يكون فيها اهرامات ما دام قلت كلمة مصر. طيب الفكرة بتيجي ازاي؟ بتيجي هنا وتقول له imagining وتدوس انتر وتكتب بقى اللي انت عايزه، يعني اي حاجة انت عايزها. مثلا home building in space، اي حاجة انت تفكر فيها. ممكن تقول له انا عايز اشوف حصان راكب فوق قرد، اي حاجه انت بتفكر فيها. تمام، يعني هو مش متخصص للمباني، هو مفتوح لكل حاجه. تمام، فيقول لك استنى عليا شويه وهجهز لك اللي انت عايزه. الصوره هي 3%، تقعد شويه لحد ما تظهر قدامك زي الفل. تمام، ممكن نعمل صورة تانية، نقول له مثلا imagine باتمان هوم، وتقول له مثلا فانتاسي مثلا او اي حاجة انت عايزها. تمام، زي ما انت شايف دول كل الناس دول بتكتب وتطلع لهم. طبعا احنا النسخه بتاعتنا ببلاش، فالكلام ظهر قدام، الصور ظاهره قدام الناس كلها، ممكن حد يسرقها. انما لو انت دافع فلوس بيبقى الصوره خاصه لك انت بس، محدش يشوفها غيرك.
تمام اهو، باتمان هوم بيحاول ان هو يطلع الصورة، بتعمل لها معالجة، وفي الاخر هتظهر في البروفايل بتاعي. هنا انا قلت له اعمل لي نملة، فعملها لي بالشكل دوت. تمام، وتقدر تشوف برضو حاجات حلوة الناس عملتها. شايف؟ شايف؟ تعالى نسرقها. الجميل ان كل مرة هو ما بيجيبش صورة من النت، هو بيبتكر. تمام، بيحاول يعمل بقلة على باتمان. ف مش هياخدها كوبي بيست من الصورة اللي فاتت، هو هيعمل لك صورة انت خاصة بيك انت. طبعا لسه هو بيتعامل معاه. سبعة 40% لسه برضه، 60% بتبدأ الجودة تزيد مع الوقت، بس ما بتزيدش عن دقيقة يعني، ما حدش يقلها. تمام، فعمل لك صورة مختلفة تماما عن الصورة اللي هناك. طيب ده موقع آخر، لو ما فيش حد معاه الدعوة، مجرد بس تكتب اللي انت عايزه ويبدأ يعمل لك كرييت للصورة. جودته أقل من الموقع الأولاني اللي احنا شفناه، لكن الجودة بتاعته معقولة. تمام، هي عبارة عن خلايا عصبية بتاخد المعلومات وتبدأ تتعامل معاها لحد ما تطلع لنا منتج مختلف تماما. ده بيت باتمان، وده البيت اللي هو في الفضاء. طيب الصورة ديت لذيذة، انت ممكن تخلي الكمبيوتر يعمل لك لوحة زي دي. اللوحة دي رسمها الرسام رافاييلو، فيها 22 واحد من الفلاسفة. تمام، طبعا ده أفلاطون، لو انت بصيت هتلاقي دي بيبص لفوق للقيم العليا، وأرسطو ده تحت يعني بيقول لك الحاجات الواقعية. تمام، وعندنا في هنا اهوت ده ابن رشد، تمام، اللي هو بيسموه الشارح الاول، الشارح الاول لكتب ارسطو، لان ارسطو بيسموه المعلم الاول. كان في دكتور فلسفه وبيدي درس في المسجد للناس، فعمال بقى يكلمهم بقى في الدين وبتاعه كده، فهو في وسط الكلام بيستدل بكلام لارسطو، فبيقول وكما قال المعلم الاول، فكلهم راح صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فطبعا اضطر يقول الحديث صلى الله عليه وسلم بدل ما تحصل مشكلة. في هنا واحدة مصرية اللي هي جنب ابن رشد، هيباتيا. هيباتيا دي من الشخصيات العلمية الرائدة جدا في الفلك وفي الفلسفة، وحتى في تعتبر أول تمثال اتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة كان لهيباتيا، لأن هي كانت من الشخصيات المؤثرة والشخصيات القوية جدا، وهي ظهرت في فترة ما درسناش في المدارس، لأن احنا في المدارس درسنا الإسكندر الأكبر، وبعد كده درسنا كليوباترا، وبعد كده دخول عمرو العاص، في فترة في النص كده اللي هي ظهور المسيحية مش موجودة. ففي فيلم عن هيباتيا، لأن هي كانت عايشة في الفترة المهمة ديت، اسمه فيلم أجورا، وبيحكي عن القصة دي. وطبعا اقليدس وبقية العلماء الـ22 عالم. انت ممكن تقول له اعمل لي اللوحه دي باسلوب ليوناردو دافنشي، اعملها لي باسلوب مايكل انجلو، رافاييلو، دوناتيلو، رافاييلو اللي رسمها. السلاحف النينجا كلهم موجودين معانا هنا. طيب تعال نشوف حاجه تانية، ده موقع برضو بتقول له انا عايز اعمل لوحه فنيه، ده ذكاء صناعي. تمام، تعال نشوفه. بتقول له انا عايز اشوف رائد فضاء راكب حصان، يعمله لك. هتلاقي صور كتيرة معمولة. أول حاجة سجل اسمك هنا في ال جوين ويت ليست، وابعت لك دعوة. تمام، قول لهم بس إن تبع عمر هيبعتها لك بسرعة. تمام، دي ناس بتقول لهم أنا عايز أتخيل أي حاجة بيعملها لهم على طول. تمام،
انا قلت له حاجات كتيره قوي مش فاكر انا قلت له ايه، بس هو كان بيعملها لي على طول يعني يشكر. طبعا دي كل واحده من دول محتاجه فيديو لوحديها، تخليه ينطق الكلام اللي هتكتبه له ويتعرف على اللغات. الموقع دوت ايلون ماسك متبرع بمليار دولار لتطوير، تمام. دي بقى ناس عامله ايه، كتبت له كده انا عايزه تحط لي سمكه في قلب حوض سمك، تمام. تشتري بقى حاجات كريدت عشان تعمل حاجات خاصة بيك، وتقدر ترفع تقول له انا عايز اعمل جنريت لحاجة معينة مثلا فيش ان سكاي، او تقول له سربرايز مي هيبدأ يعمل لك صورة، وتقدر ترفع صورة من عندك بس ما تكونش فيها وش بني ادم. دي صور انا اللي عاملها، ده ممكن نبقى نوريها لكم. اه حط لك سمك اهو في الهواء وربطه لك برضه عشان ما يقعش. دي صور انا كنت عاملها، اديت صورة مبنى وقلت له غير لي فيها شوية، تمام. ده صورة سانسير كنت عامله في مول في قطر، فقلت له عدل لي فيه شوية، تمام. هنا مش فاكر قلت له ايه، قلت له خلي واحد يلعب باسكت وهكذا. قلت له خلي شوية فيه كلاب في حمام السباحة، عايز ديناصور بيلعب فوتبول، عايز نايت ات نايت، عايز فارس بالليل، كاتس دريجن كوفي خلت القهوة تشرب قهوة، القطة تشرب قهوة. فدي كلها صور محدش رسمها، هو الذكاء الاصطناعي خد الصور وبدأ يعملها. هنا دي حاجة كتير جدا بس يعني هنطول أوي لو اتكلمنا فيها، فخليها مرة تانية عشان نتكلم عنها بالتفصيل. ده كتاب بيشرح الفكرة والأكواد عشان تستخدم البرنامج بصورة صحيحة. ده موقع آخر بتقول له بس أنا عايز إيه، حاجة سمارت تكنولوجي، هو يعمل لك اللوجو، بيبدأ يوري شوية حاجات كده تختارها وتلاقي اللوجو اتعمل على طول، تمام. بيقول لك اختار بعض الأشكال، بتختار كذا شكل، تقول له كونتينيو، عايز أنهي خلفية، الألوان اللي أنت عايزها، الاسم اللي عايزه يظهر، النشاط بتاعك، يجيب لك لوجو مناسب ليك، حاجة مش من على النت، هو بيعمل لك حاجة سبيشال ليك أنت، تمام. فاحترس من الذكاء الصناعي إنه قادم، تمام. دي بعض الحاجات هيت اتعملت في الثواني، وكل شوية بيجيب لك صور جديدة، تمام. طيب هوريكم آخر حاجة وبعد كده هنكمل البيت في يوم تاني. تمام. طيب ده مثلا برنامج اسمه ستاريا، تمام. ده برضو نفس الفكرة، بتكتب أي كلام هنا، أنا عايز حاجة بشكل فلاني، عايز مثلا بيت مثلا في أمريكا، بيت في اليابان، فيعمل لي كل الحاجات ديت، تمام. زي مثلا دي حاجات أنا اللي عاملها، تمام. فلاور بيلدينج ووتر، تمام. هنا مثلا هكذا برنامج مجاني، قلت له حط لي فلاور فلوت انسايد بابل، قلت له انا عايز اشوف نوع من انواع القلاع وهكذا، فعمل لي الصوره ديت. فدي الفكره ان في ذكاء صناعي يساعدك ان انت تشوف حاجات جديده وهكذا. ان شاء الله نعمل فيديو نكمل فيه شرح بقيه المواقع اللي بتعمل حاجات مبهره، بس عشان الفيديو ما يطولش.